من تاني أكبر مدن روسيا ورابع أكبر مدينة أوروبية. من تاني أكبر مدن روسيا ورابع أكبر مدينة أوروبية، مدينة الجمال سان بطرسبرغ. خليك معايا وتابع معايا الفيديو. المكان اللي احنا فيه حاليا اسمه قصر الشتاء. قصر الشتاء ده أو الهرمتاج على حسب شرح المشرفين طبعا، مقر القياصرة أو أباطرة روسيا. في حاجة غريبة أنا ملاحظها من ساعة ما نزلت المدينة دي، الناس من نظافة الأرض ماشيين حافيين يا جدعان. لا هو الموضوع طلع مش كده خالص، اكتشفنا إن الناس دول طالعين من فرح، والبنات دي ماسكة الشوز في إيديها علشان الكعب، بس ده ما يمنعش إن الأرض نظيفة برضه. طيب المكان اللي ورانا ده اسمه كاتدرائية القديس إسحاق أو سانت إسحاق. المكان ده مشهور هنا في سان بيتر، ناس كتير بتيجي من كذا بلد، على ما اعتقد اللي فهمته يعني ان هم ارثوذكس بيجوا من كذا بلد عشان يجوا المكان اللي ورانا ده. هحاول اطلع المكان ان شاء الله بكادر اشياء. يلا خليك معايا ونكمل الفيديو مع بعض. I'm Catherine the Great. Muhammad Dalat got lager. A few moments later. طيب ارتحنا شوية، حاليا الساعة 4 العصر، بس أنا سامع إن في مطعم كشري في سان بيتر. أنا سألت كم واحد محدش رد.